السلام عليكم. لو قالوا لك ان الدين هو الصلاه والصوم والزكاه والحج وقولت لا اله الا الله وبس، يبقوا فهموك الدين غلط. لو قالوا لك ان الدين هو عبادات وان الحاجه اللي لا يمكن ربنا يسامح فيها هي العبادات وبس، يبقى برضو علموك الدين غلط. لو قالوا لك انك ممكن تعمل اللي انت عاوزه تحت مسميات الضرورات تبيح المحظورات ولا تزر وازره وزر اخرى وغيرها من التبريرات، يبقى اعرف انك ناقصك حاجات كتير محتاج ان انت تاكد عليها في دينك. خلاصه الكلام، الاخلاق اساس التدين. خلاصه الكلام، الدين المعامله. طولت العمر تبلغ الامل، وناس تقول طولت العمر تنول الامل. ناس كتير الحقيقه في ايامنا دي بقت فاقده الامل. بس اقروا معايا الحقيقه مقوله لدكتور مصطفى محمود بيقول فيها: من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس أبدا إلى قلبه، سوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس، الأغنياء يصبحون فقراء والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، وحكام الأمس مشردوا اليوم، والقضاة متهمون والغالبون مغلوبون، والفلك دوار والحياة لا تقف والحوادث لا تكف عن الجريان. يا الله، وكأن دكتور مصطفى محمود بهذه المقولة اللي أنا الحقيقة أصريت إن إحنا نبدأ بيها الحلقة النهاردة بيلخص حالنا. أغنياء اليوم بقوا فقراء النهاردة، أغنياء الأمس بقوا فقراء، يعني فقراء اليوم. القضاة صحيح متهمون ومشكك فيهم، المظلومين بتوع امبارح بقوا هم الحقيقة الظالمين النهاردة، حكام امبارح مش موجودين النهاردة. ده فعلا الأيام ودول ربنا بيدولها، الحياة بتجري وبتتقلب بينا، مفيش وضع ثابت على حاله، مستحيل إن الحال يفضل على ما هو عليه. وعلشان كده يمكن ده السبب اللي بيخلي في أمل في الحياة، إن بكرة هيجي بجديد أيا كان هذا الجديد. من الناس اللي ربنا الحقيقة يعني قابلتهم في حياتي واعتز بهذا اللقاء كان الكاتب والمفكر الإسلامي الله يرحمه الأستاذ أحمد رائف. الأستاذ أحمد رائف كان من الناس اللي سجنت في معتقلات أحداث 1965 في قضايا الإخوان في عهد الرئيس عبد الناصر. بيقول لي جملة أنا عمري ما بنساها، بغض النظر الحقيقة يعني هو الحقيقة في آخر أيامه كتب ضد الإخوان كتير قوي، لكن في الفترة دي سجن مع الإخوان. كان بيقول لي إن الرئيس عبد الناصر كان قال أن الإخوان لن يخرجوا من السجون ما بقي هو على قيد الحياة. فالإخوان وهم في سجون ومعتقلات الرئيس عبد الناصر خلاص فقدوا الأمل إن هم خارجين، اللي بيموت بيموت واللي بيتعذب بيتعذب وخلاص. لكن قال لي في سنة 1970 فوجئت بالخبر في الإذاعة، الراديو بتاع المعتقل بيعلنوا فيه وفاة الرئيس عبد الناصر، بعدها خرجنا من السجن. مفيش حد يعرف بكرة في إيه. اللي ينقطع أمله في الله تنقطع صلته بالحياة. النبي لو كان عارف وهو بيدعو للإسلام في مكة إن مفيش أمل إن الناس دي تتهدي، إن الناس دي تؤمن بالإسلام، ما كانش دعا. في حلقة فاتت اتكلمنا على فكرة إن سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وهو راجع من الطائف إلى مكة في سبيل دعوته أهل الطائف للإسلام، وقال له لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. فالنبي قال له جملة، قال له يعني أنا خايف إن يكون فيهم واحد يعني يكون يصدق إيمانه أو يآمن فيحسن إسلامه، خليه. إلى هذه الدرجة كان متمسك بالأمل إن ممكن بلاش يحصل ده علشان ممكن يبقى فيها واحد مسلم واحد مؤمن. أي أمل ده في عز الضرب، في عز الأذى، في عز الإهانة؟ أي أمل ده؟ هو ده الإسلام، هو ده الإسلام اللي هو طول الوقت بيكلمنا عن إنه بكرة هيجي وهو شايل فيه خير.
هو ده الإسلام اللي ربنا بيقول فيه ولا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله وسعت كل شيء، وبالتالي لا يمكن ربنا يخلقنا علشان يعذبنا ويسدد الطرق في وشنا. في وسط الضلمة أكيد هتلاقي طاقة نور لو هديت وفكرت وقعدت تفكر بعقلك وقلبك. من بين الحكايات اللي بتتحكي عن الأمل وإزاي إن إحنا ممكن نستمده من أضعف المخلوقات، إن كان في قائد عسكري بيقود حرب اتهزم فيها، هرب وفر وجيشه اتقتل وهو مشي، بس هو قاعد في الصحراء لسه مستني يرجع، شاف نملة شايلة على ظهرها حباية رز وماشية وهي تقيلة، فتمشي تقع تمشي تقع، لكن هي كل ما تقع كل ما تصر إنها تقوم وتكمل طريقها. كل ما تقف قدامها حتة رملة عالية شوية أو حيطة بتفكرش، بتروح راجعة تاني وللخلف دور. دي نملة ادت القائد مثل. طيب أفكركوا إن مصر كمان مرت عليها أيام سودة في سنين طويلة من عمرها، يعني نكسة 67 كانت نكسة ما يعلم بيها إلا ربنا، وعشان كده هم سموها النكسة مش هزيمة، هي كانت نكسة بكل ما تعنيه الكلمة. لكن لو إحنا ما حطناش الأمل في قلوبنا إن إحنا نقدر نعديها ونهزم الهزيمة اللي تعرضنا لها، ما كناش خدنا حرب الاستنزاف. أفكركم إن حرب الاستنزاف بدأت بعد شهر واحد من الهزيمة بموقعة رأس العش، وبالتالي فقدان الأمل شيء الحقيقة مش من العقل مش من الحكمة. يعني إيه يبقى عندك أمل؟ يعني يبقى عندك في عز أزمتك في عز ضيقك عندك يقين إن الأزمة دي هتنتهي. يعني إيه يبقى عندي أمل؟ يعني أنا طول الوقت وأنا مهموم بالأزمة اللي أنا فيها بالابتلاء اللي أنا فيه أنا موقن إن في نقطة نور في آخر النفق اللي أنا ماشي فيه. الأمل طول الوقت كان الحقيقة في نماذج القصص القرآني كان موجود يعني وحكي لينا عنه. سيدنا يوسف ما في نبي تعرض لهذا الكم من الابتلاءات، وهو بالظبط كده نفس ثقافة النملة اللي هو كل ما يقوم من ابتلاء ربنا يرزقه بابتلاء تاني. يعني إخواته يحقدوا عليه ويحسدوه لحب أبوه ليه، حاجة ملوش ذنب فيها، فياخدوه ويقرروا إن هم هنقتله ولا هنعمل إيه، ينتهي الموضوع إنه هيترمي في البير، فيترمي في البير، وكان ممكن يفضل في البير الحقيقة يعني إلى ما لا نهاية لولا رحمة الله. لكن يجي ناس تاخده وتطلعه من البير، يتاخد على مصر ويتباع في سوق العبيد، ياخده عزيز مصر ولجماله تعجب بيه زوجة العزيز، تراوده عن نفسه يتمسك بالأمل، يحطوه في السجن يعيش راضي وقانع وعارف إن بكرة فيه خير. لا وكمان يدعو في السجن الناس للإيمان بالله، ولما يفسر الرؤية ويفتكروه بعد ما نسيوه يروح يقول للملك خليني على خزائن الأرض. ويجي تاني إخوات سيدنا يوسف ويكملوا معاه الحكاية. ده ابتلاءات. في نبي من الأنبياء لم يتحمل الابتلاء، سيدنا يونس زهق من العبادة مع من الدعوة مع ناس الحقيقة مش راضية تؤمن، فمشي غضبان، راح الحقيقة يعني ربنا حب يعرفه إنك مش من حقك إنك تيأس، لأن اليأس ده ملوش منطق، فالتقمه الحوت، فهو في ظلمات بطن الحوت أدرك إنه أخطأ وإنه عدى حدوده لما يئس، فاستغفر ربنا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيظل هذا الدعاء هو دعاء فك الكروب وشرح النفوس واتساع الصدور. يا رب دايما عندكم أمل، ونكمل كلامنا عن الأمل بعد الفاصل.
اهلا بيكم بعد الفاصل وكلام متواصل عن الامل. اوعى تفقد الثقة في ربنا، اوعى تفقد الثقة ان دايما في حل، اوعى تفقد الثقة انك انت ممكن تغير، اوعى تفقد الثقة ان كلمة صغيرة او فعل ممكن تقوم بيه ممكن تغير حياة بشر او تهدي ناس او تغير معالم الحياة. خليك واثق من الفوز، يعني وثيق من الفوز كده، وثيق من الفوز انك تقدر تعمل الحاجة. من بين المواقف اللي زي دي دايما تقال كلمة أبدر البذور الأفكار لا تعرف أين تنبت. أنت كمان أبدر بذور الأمل ما تعرفش تنبت فين. لو حد فكر في أب زي سيدنا يعقوب، لا عنده تليفون ولا عنده شرطة يبلغها لما ابنه راح ومش مصدق ولاده إن الديب أكل ابنه، فقال لهم صبر جميل على اللي أنتوا بتعملوه فيا وربنا هيرجعه. مين يتخيل إن سيدنا يعقوب يفضل مستني ابنه كل السنين دي؟ أي يقين ده؟ هو ده الأمل، هو يقين إن الأزمة هتتفرج. الأمل هو يقين إن ربنا مش هيسيبني، لأن أنا طول ما أنا مقدم الحاجة الحلوة فخلينا نعتبر إن الابتلاءات دي هي نعم من عند ربنا، هي منح. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ودايما يقول الملائكة كده، يا ناس يا ملائكتي يعني أنا بحبه. ربنا يا رب يجعلنا دايما من اللي يحبه. الابتلاء صعب، أيوة صعب. الكروب صعبة، أيوة صعبة، ما حدش قال غير كده. بس في وقت الكرب ده أنت بتبقى قريب أكتر من ربنا. ما فكرتش أنك أنت ممكن ربنا بيبتليك علشان يقربك منه، يستخلصك ليه؟ لو حطيت في بالك هذا الإحساس الحقيقة هتخلي نفسك دايما عندك أمل. من بين أقوال يعني الشعراء بيقولوا لا خير في اليأس كل الخير في الأمل، أصل الشجاعة والإقدام في الرجل. يا سلام، يعني الأمل اللي عند الرجالة عموما أو عند البني أدمين هو أصل الشجاعة. صحيح، لأن هو هيخليك دايما عارف إن الخطوة اللي أنت بتخطيها لازم هيكون ليها نتيجة. الأمل بيدينا دايما دفعة إن إحنا نشتغل قدام، ومش مهم الحياة نتيجة تظهر في الوقت ده. عايزة أحكي هنا موقف. فاكرة كويس قوي إن في السنة الأولى بعد مرور سنة على حادثة المصرية المحترمة مروة الشربيني في ألمانيا، كنت نشرت في المصري اليوم صفحة كاملة عن ملف التحقيق وأقوال القاضي اللي ما كانتش نشرت وقت الحادثة بعد مرور سنة عليها. لكن فاكرة كمان إن أنا كنت عملت بالمناسبة دي حوار مع سيدة ألمانية أحبت وتزوجت مصري سنة حاجة وستين وجت تعيش معاه في اسكندرية في شارع الفرعين. هذه السيدة الفاضلة اسمها يوتا، تتكلم عربي مكسر زي الخواجات بتوع زمان. يوتا الحقيقة إنها لما جت تعيش هنا مع جوزها المصري أنجبت منه ولدين وبنت وظلت على مسيحيتها، لكن بعد جوزها ما مات أسلمت من نفسها، ولكنها كانت تعلم ولادها الحقيقة الدين الصحيح من غير ما تتدخل خالص بديانتها الأصلية. وكانت لها كلمة وأنا بتكلم معاها، أقول لها يوتا أنت ليه ما رجعتيش ألمانيا؟ الزوج مات ورحل عن الحياة، الأولاد الثلاثة سابوا مصر لأن معاهم جنسيات من بره ألمانية وعاشوا في دول تانية بره. أنت ليه يا يوتا عايشة لحد دلوقتي هنا؟ فقالت لي مصر هي بلدي والدين لله، وأنا مسيحية كنت بحب ربنا، وأنا مسلمة برضو بحب ربنا. واللي قتل مروة مش إنسان، اللي قتل مروة واحد متطرف زي بالظبط هتلر لما كان بيقتل الأوروبيين في الحرب. أنا عشت أيام الحرب. ده كلام يوتا. الحقيقة إن أنا نشرت الكلام ده، أصدقاء لينا سافروا بعديها مثلا بشهرين ثلاثة راحوا دهب علشان يعني ينزلوا هناك ويصيفوا، ولقيتهم بيكلموني
من هناك وبيقولوا لي ان هم دخلوا اوتيل صغير فلقوا معظم رواده من الالمان، فلقوا ان صاحب الاوتيل حاطط حوار يوتا وهي بتتكلم على انها وهي مسيحيه كانت بتحب ربنا وهي مسلمه برضو فضلت تحب ربنا، وان ربنا واحد وعبادته واحده والدين واحد في اي حاجه البني ادم هيشوفها. تسعد ساعتها وتحس بالالم بالامل ان الكلام اللي بتكتبه ممكن انت ما تعرفش هيروح فين، ما تعرفش هيأثر في مين، وازاي ان الالمان السياح لما بيدخلوا وصاحب الاوتيل ده يترجم لهم العبارات اللي يوتا بتقولها قد ايه بينبسطوا وقد ايه بيحسوا بالثقه والامان في البلد اللي هما جايين فيها. يا سلام، اي امل ده؟ امل يخليك دايما تشتغل وانت مش باصص جنبك اليمين ولا جنبك الشمال ولا وراك، دايما باصص قدام، دايما باصص وعارف ان انت هتقدر تعمل حاجه، هتقدر تحقق حاجه. اكم من الناس الحقيقه بنشوفها في الاولمبياد وفي المباريات الدوليه وهم معاقين او يصابوا بحوادث مفاجئه او نوع من الكرامب او الشلل المفاجئ، لكن يصروا ان هم يكملوا. ده تسميه ايه؟ ده امل. اوضاع مصر النهارده في اوضاع حزينه، وانت شايف ان اوضاع بلدنا في اوضاع حزينه، صلحها وابدا بالاصلاح ده بنفسك، ابدا بتغيير نفسك، ابدا بتهذيب نفسك، ده نوع من الامل. خليك انت الحقيقه واثق انك تقدر تغير على الاقل ولادك لو شايف ان الغلط بقى بره في المجتمع كتير. خليك واثق ان برضو مصر هتتغير وان ياما مر عليها ايام كتيره وحشه. تاني افكركم، هو تتخيلوا كده سنة 1807 حصل حملة اسمها حملة فريزر، حملة قام بيها الأسطول الإنجليزي لاحتلال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية منها في 1801. الحملة دي كانت بقيادة الجنرال فريزر. هذا الرجل القيادي العسكري بكل مقاييس عصره هو بيقود أعتى أسطول بحري في العالم بمقاييس عصره 1807. أخذ اسكندرية، دخل اسكندرية وأخذها، وكان محمد علي وقتها بيحارب المماليك في الصعيد، يعني البلد بلا جيش. فأخذ اسكندرية وبعدين طلع على رشيد. وصل رشيد، بالله عليك لما أقول لك أهل رشيد يبقى حالتهم إيه وهم عارفين إن اسكندرية الأكبر منهم اتخذت، فيقعدوا يفكروا هيخرجوا من الأزمة دي إزاي. فيتفتق ذهن واحد منهم إن هم هيستخبوا في البيوت ويقفلوا الشبابيك، مفيش بني آدم هيبقى في الشارع، ويسيبوا هذا الأسطول العاتي يدخل، وهيكونوا محضرين حلل زيت مغلي وحلل مية مغلية يدلقوها من الشبابيك على هذا الأسطول، بعد كده الرجالة تنزل تكمل عليهم بالنبابيت. أنا متهيألي أن التاريخ لازم يتوقف عند الحادثة دي ويقعد يفسر فيها كتير قوي. الناس دي لو ما عندهاش أمل كانت ماتت من الرعب في بيوتها، لكن هي كان عندها أمل إنها هتعمل حاجة وإن ما ينفعش تسكت. الصمت عجز واليأس خيانة. خليك دايما عندك أمل إنك فاعل، خلي عندك أمل إن ربنا مش هيتخلى عنك طول ما انت بتعمل اللي عليك. يمكن ما تدركش النجاح، يمكن ما تلحقش تغير، بس خليك دايما تبقى عملت حاجة وسبت أثر. خلاصة الكلام، الأمل جزء مننا ومفيش حاجة اسمها مستحيل. خلاصة الكلام، اوعى تسمع لحد بيقولك يا أخي خلاص ده الدنيا بقت سودة. الدنيا عمرها ما هتبقى سودة، وإلا النبي ما كانش قال لنا إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والغرس تاني عشان نأكد على المعنى اللي قلناه قبل كده، النبي ما قالش فليزرعها لأن الزرع فيه معاني النمو والإنبات، النبي قال غرسها وامشي خلاص، ما هي القيامة هتقوم، يبقى غرسها وقوم. تنبت ما تنبتش دي مش بتاعتك.
عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح. خلاصة الكلام، الدين المعاملة، ربنا ينعم علينا وعليكم بالأمل يا رب، وكل واحد فينا يقدر يغير.